اهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات الموقع الاول واللي عم تقدمه قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو رفقاتنا رح نتعرف على طريقة ضبط الاعدادات الخاصة براوتر هواوي اللي هو رقم موديله HG532B والمقدم من شركة الاتصالات السعودية STC. ملاحظة، مكتوب قفا الراوتر عبارة آفاق شامل لأنه في ناس هيك بتسميه داش موديل 007. اوكي رفقاتنا، اذا هذا هو الراوتر اللي بين ايدينا. طبعا رح اعرض صورته هلا حاليا للي ما بيعرف شكل موديل هالراوتر. تمام، اول شيء رفقاتنا قبل ما نبلش شرح بتمنى منكم الاشتراك بالقناة، بالاضافة لترك تعليق اسفل هذا الفيديو اذا في عندك اي ملاحظة او اي شغلة ما فهمتها علينا. بداية أصدقائي، بعد ما قمت بشبك الراوتر عن طريق كابل الشبكة بجهاز الكمبيوتر وتأكدت أنه كابل الشبكة متصل 100%، بفوت على هذا العنوان عندي بالمتصفح 192.168.1.1 وبضغط على انتر. تطلع لي واجهة الدخول، بضغط ادمن وكلمة المرور ادمن، بعدين بضغط انتر. بتجيني هي الواجهة، بضغط على ادفانس مباشرة وموافق. هلأ في عندي ملاحظة، ليش طلعت عندي هي الواجهة اصدقائي في البداية؟ لانه هذا الراوتر مكسور الحماية. هذا الراوتر اصدقائي يعمل في منطقة الخليج وفي دولة السعودية تحديدا على ما اظن، اما بالنسبة لباقي الدول العربية يجب كسر حمايته ليعمل على مزودات خدمة تاني. اوكي شباب، طيب مننتقل لعند بيزك. داخل بيزك اصدقائي بدي انتقل لعند الوان. بهذا المكان رح تكون في خيار اسمه DSL، بدي اختاره. تمام، طبعا هون ما حيطلع لاني مثل ما حكيت كاسر الحماية تبعه. هلا رح احكي على الاعدادات الخاصة بمزودات الخدمة السورية عندك بدولتك. ما بعرف شو هي مزودات الخدمة، ان كانت بدول الخليج او بدول المغرب او دولة مصر. تمام، عندي بسوريا VCI هي 8/35 بمزودات خدمة السورية. بنتقل بالاعدادات وبختار الكونكشن تايب البي بي بي او اي. بعدين بنتقل لعند الانكريبشن او الانكبسوليشن LLC. اوكي شباب، بعدين اليوزر نيم هو اليوزر المقدم لك من مزود الخدمة اللي عاطيك اليوزر نيم والباسورد الخاصة فيك. اوكي، بعدين بالنسبة للام تي يو بتحطها 1492 وبالنسبة للتي سي بي ماس 1452. وملاحظة مهمة جدا، بهذا الراوتر ما حتزبط معك الاعدادات الا لتحط هدول الرقمين، بعدين بتكبس على سبميت، وبالتالي انحفظت الاعدادات الخاصة فيك وبلشت تشعل اضوية الانترنت اللي عندك. هلا ننتقل لعند الخيار 1 اللي هو خيار الوايرلس. بهذا الخيار رفقاتي ما بتلعب بشي هون نهائيا الا بالاس اس اي دي اللي هي اسم الشبكه، بتسميه الاسم اللي بدك اياه وباللغه الانجليزيه. اما بالنسبه للهيد برودكاست وهو الخيار الخاص باخفاء الشبكه الهيدن، يعني بدك تخفي الشبكه بتعلم على هذا الخيار وبتقول له انيبل. بعدين بتنزل لعند الباندويث وبتحطها 20/40 ميجا هيرتز لياخذ كل الترددات ويكون البث تبعه بشكل جيد. بعدين بننتقل لعند ال WBA Shared Key واللي هو الباسورد الخاصة بالشبكة، بتحط باسورد خاص فيك، وهذا الخيار بتحطه الخيارين سواء TKIP زائد ال AES. تمام، سواء بتحطهم مع بعض. بال WBS بتلغيها من هون انشان ما حدا يهكر لك الراوتر، واخر شيء بتعمل سبميت. اوكي شباب، طيب خلصنا من الاعدادات العاديه للمستخدمين العاديين. طيب هلا اذا في عندي ناس مستخدمين احترافيين شوي يتابعوا معي الفيديو. ننتقل لعند اعدادات اللان. هون فيك تغير اسم عنوان الدخول للراوتر اللي هو 192.168.1.1، فيك تخليه 2/3/5 اللي بدك اياه. من هذا المكان الدي سي بي اي بي او دي اتش سي بي فيك تعطله من هذا المكان اذا كنت حابب توصل هذا الراوتر على راوتر ثاني وتعمله مثل ريبيتر. وطبعا انا شرحت بفيديوهات سابقه على القناه كيف تحول راوتر التي بي لينك والراوتر
الدي لينك للريبيتر عن طريق وصل كابل شبكة بين الراوتر الأساسي والراوتر الثاني، وانتبه عن طريق كابل شبكة، يعني بين الأول والثاني بده يكون في كابل وليس لاسلكيا بيصير ريبيتر. ملاحظة مهمة جدا. تمام، هي بالنسبة لللان. ننتقل عند الدي اس ال، وبتكون بحالة الاول لكل هدول الشغلات، طبعا اكيد هي اول مع محطوطة ديفولت. بالنسبة للمنتيناينز هون فيك تغير الباسورد الخاصة بالدخول لبرمجة الراوتر. ديفايس فيك تعمل ريبوت او ريستارت للراوتر من هذا المكان، وفيك تعمل للفريموير ابديت، فيك تعمل للسوفتوير ابديت من هذا المكان. باقي ما تبقى مع عاطفي عندي شيء هون، اللوج بيأرجيك شو هي الأجهزة اللي فاتت على هذا الراوتر. إذن أصدقائي، هي لمحة سريعة عن برمجة أو ضبط إعدادات السوفتوير، أو بمعنى آخر ضبط إعدادات الشبكة، وضع الإعدادات المزودات الخاصة بالإنترنت عندك ببلدك بهذا الراوتر اللي بين إيدينا. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد.